سائل يقول: في المسألة الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم. قال: نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله علما بأن من طلبوا من الرجل تقريب الذباب لم يطلبوا منه الاعتقاد بقلبه، فكيف طلبوا منه العمل والذبح، ما طلبوا منه أن القلوب بيد الله، ما طلبوا منه أن يعتقد بقلبه، طلبوا منه الذبح والأمور بظواهرها، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك. ولا نقول العمدة على القلب هو ناوي ولا ما نوى ولا، هذا كلام فاضي. نعم.